أزيد من 30,000 تلميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة يلتحقون هذه السنة بأقسامهم في مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة على غرار نظرائهم التلاميذ في مختلف ربوع الوطن. مدرسة صغار المكفوفين بولاية برج بوعريريج واحدة من هذه المدارس التي تفتح أبوابها مع انطلاق الدخول الاجتماعي بتوفير كل الظروف والوسائل الملائمة لمرافقة التلاميذ وضمان نجاح السنة الدراسية 2023-2024. الكلافي عندنا زوج نقاط هنا خاصين بالمكفوفين بالنسبة لبيديك زوج عندنا هنا F البوتون هذا ومن بعد تحفظ نحفظ الحروف اللي منها موفرة المدرسة كلش موفرين الاحتياجات اللازمة جميعا موفرين كل الوسائل للراحة والدراسة والتعلم نسهر على تقديم الظروف المناسبة لأداء المهمة التعليمية سواء من ناحية الإطعام النقل المدرسي وظروف الإيواء ظروف التكفل الناجحة مدرسة الأطفال المعوقين سمعياً بذات الولاية التي تستقبل هي الأخرى قرابة 70 تلميذاً في الطورين الأول والثاني نموذج عن عمل هذه المؤسسات التربوية أين يسهر طاقم المؤطرين من الفريق البيداغوجي المتخصص على إنجاح العملية التعليمية لهؤلاء التلاميذ هناك تأطير متخصص وفرقة بيداغوجية متكاملة تتكون من أساتذة ومعلمين وكذلك من مربين مختصين ومن أخصائيين نفسانيين يسهرون كفرقة متكاملة من أجل إنجاح العملية التعليمية والعملية التربوية على هاتين المؤسستين مدرستا صغار المكفوفين وصغار المعوقين سمعيا بالبرج عينة من 239 مؤسسة للتربية والتعليم المتخصص على مستوى الوطن تعمل إلى جانب أزيد من 1000 قسم متخصص بمدارس قطاع التربية والتعليم على إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في الأوساط التربوية.